بأعمال قليلة عاش 100 عام، ولقبوه بالضاحك الباكي لأنه كان ضاحكا ساخرا على الدوام بينما كانت حياته باكية. وهو أيضا اسم المسلسل الذي يروي سيرة ذاتية للفنان العريق نجيب الريحاني. وكونه أحد أهم أعمدة الفن في مصر، فوقع هذا المسلسل تحت تدقيق شديد من النقاد والجمهور، واستطاع هذا المسلسل أن يشعل سجالا واسعا بعد أيام من بثه. والأغرب أن السجال لم يكن فيه آراء متوسطة، فإما نقد شديد وإما إعجاب شديد. وتركز هذا النقاش على أداء الفنان عمرو عبد الجليل الذي يلعب دور الريحاني، وعلى أيضا الفنانة فردوس عبد الحميد التي تلعب دور والدته. عمرو عبد الجليل أثار إعجاب الكثيرين ممن قالوا إنه قدم شكلا جديدا في السير الذاتية، فهو لا يقلد الريحاني مما جعل تمثيله غير مصطنع، بينما رأى نقاده بأنه يمثل وكأنه في أي دور آخر. كما انتقدوا المخرج على اختيار عبد الجليل للعب دور الريحاني في شبابه مما لا يليق بسنه فعليا. أما فردوس عبد الحميد فحازت على نصيب الأسد من النقاش، بينما رأى بأن قاموسها لدور الأم القاسية كان سيئا، وانتقدوا تمثيلها لدور الأم منذ أن كان الريحاني طفلا إلى أن أصبح رجلا دون تغيير في شكلها. بينما دافع آخرون بأن دور الأم القاسية لا ينطوي على الصورة النمطية، كما دافع عنها عدد من الفنانين ومن أبرزهم الفنانة شهيرة حمدي التي نشرت عبر فيسبوك وقالت هنا. دعونا نتابع ماذا قالت. هذه هي التغريدة ربما أو التعليق. أهلا وسهلا برجوع ملك الدراما المحترمة الأستاذ محمد فاضل العبقري. أما العظيمة فردوس عبد الحميد فقد استمتعنا بفنها الراقي، لا تلتفت إلى أي تنمر أو مضايقات، فهذا على ما يبدو أسلوب أو سلو السوشيال ميديا تحديدا. ننتقل إلى التعليق الآخر. عمر هنا كتب: حبنا لعمر عبد الجليل وفردوس عبد الحميد ومحمد فاضل مش هيخلينا ننكر انه في اخطاء في المسلسل. ازاي مثلا اخو نجيب الكبير باين اصغر منه في السن، وليه عمر عبد الجليل بيستخدم افيهاته بدل افيهات نجيب الريحاني؟ ننتقل هنا ايضا الى تعليق اخر، نعود لمن دعموا المسلسل وكان فريد منهم وعلق قائلا: على فكرة تقليد الشخصيات في السيرة الذاتية مش شرط، يعني لما أشرف عبد الباقي عمل إسماعيل ياسين كان بيقلده بطريقة مستفزة، إسماعيل ياسين ما كانش بيتصرف في حياته زي ما بيتصرف في أفلامه، وكذلك نجيب الريحاني. أما نصر فعلق هنا وقال ماذا قال: الحقيقة أن المسلسل طال انتظاره وطلع دون المستوى، وده السبب وسبب خيبة الأمل الشديدة. في حاجة غلط، ومش كل الممثلين مناسبين لأدوارهم، وده لا ينتقص من المخرج ولا من الفنانين، ولكن لكل حصان كبوة. طيب دعونا هنا نتوسع في الحديث أكثر حول هذا الموضوع، وينضم إلينا من القاهرة الناقد الفني طارق الشناوي. سيد طارق أهلا بك معنا. نتحدث بداية بشكل عام، يعني المسلسل يروي قصة حياة أحد أهم أعمدة الفن في مصر، هل هو بالمستوى المطلوب برأيك؟ وهل فعلا 3 أو 4 حلقات كافية لتقييم المسلسل؟ هم 5 حلقات، وأنا معاكي أنه ما تقدريش تقيم العمل الفني ككل، يعني أنا لغاية امبارح شايف 5 من 5 حلقات، لكن في حاجات مبدئية. أولا يجب أن نفصل بين تاريخ محمد فاضل وفردوس عبد الحميد والعمل الفني اللي بنشوفه النهاردة. بمعنى إذا انتقدت عمل فني فأنت لا تنتقص من تاريخ صناعه، لأنه ناس كده تقالك يعني إزاي ننتقد محمد فاضل. لا، محمد فاضل له تاريخ عظيم، وهو أحد أعمدة الدراما التلفزيونية العربية كلها بلا جدال، ولكن في السنوات الأخيرة المستوى الحقيقة في تراجع كمخرج، ما قدرش يستوعب إيقاع العصر. العصر بيتغير. الأستاذ محمد فاضل مخرج كبير لا شك، لكن إيقاعه إيقاع قديم، ما قدرش يستوعب، لأنه الدراما بتتغير ككتابة وكإخراج، وأداء الممثلين كمان بيتغير. هو لما استعان مثلا بفردوس عبد الحميد، فردوس طبعا ممثلة كبيرة وهي نجمة قبل أن تتزوج فاضل، دي حقائق، ولكن في تحس أنه بيفرضها على العمل الفني حتى في الديكوباج، يعني التقطيع الفني دايما حاطط حاجة أو لقطة لها عشان تبقى موجودة، سواء كان لها حضور حقيقي أو ممكن دراميا ما تبقاش
موجودة، لدرجة أنه طلعت أم لطفل رضيع وهي في هذا العمر. يعني ما كانش، يعني عايز أقول كان في محاولة فرد فردوس في دور ليس لها. فالمسلسل مع الأسف بليد فنيا بالمعنى، يعني في الخمسة حلقات. طب ايه اللي بيخلينا نتكلم عن خمسة ولسه في تقريبا 25 حلقة؟ انك انت في حاجات خلاص وضحت، الايقاع وضح، تسكين الممثلين خطأ، طبعا خطأ بين كمان، انه عمرو عبد الجليل يبقى هو نجيب الريحاني. لسبب، عمرو عنده مفردات، يعني عمرو عبد الجليل في كل ادواره هتلاقي عنده مفردات معينة، انا عشان اوصلها للناس، زي في جيل قديم زي ستيفان روستي، زينات صدقي، عبد السلام النابلسي، بيبقى عندهم مفردات. كل شخصيات اللي بيأدوها في الأفلام فيها شبه بعضها في حاجات. عمرو بينتمي للمدرسة دي، لما بتيجي تعمل بقى شخصية تاريخية ما تبقاش انت الموجود، بتبقى الشخصية هي الموجودة. فبالتالي عمرو كان موجود أكتر من الشخصية الدرامية اللي هو نجيب الريحاني. ما كانش نجيب الريحاني موجود، الموجود أكتر هو عمرو. ماذا عن العمر والسن الذي التفت لهذا الموضوع الكثيرون؟ الحلقات المذاعة حتى الآن تروي قصة الريحاني في شبابه، وعمرو عبد الجليل يبدو بأنه أكبر سنا، يعني كمان هناك من أشار أيضا إلى فارق السن بينه وبين من يمثل شخصية الأخ الأكبر. مؤكد، يعني مؤكد عمرو في الستين من عمره. الريحاني مات عنده 60 و61 سنة بالمناسبة، يعني غادر الحياة، وإحنا مفروض هنا بنتكلم عن مرحلة ما قبل الشهرة، يعني كان عنده مثلا 20 سنة ولا 19 سنة. في عدم توافق من محمد فاضل كمخرج، ما قدرش يعمل كاستنج مظبوط، يعني مع أنه كان مشهور عنه دايما القدرة دي، يعني هو عارف يسكن الممثل فين. لا، المرة دي يعني انفلت منه القدرة على توظيف الممثلين في أماكنهم الصحيحة، اللي ده جزء كبير الحقيقة من النجاح. فهو ضربة البداية ما كانتش لصالح محمد فاضل على الإطلاق. بس بقى أكرر، لأن السوشيال ميديا كلها بتتكلم النهاردة على أن لا يجوز أن مخرج كبير تجاوز 80 أن ينتقد، بقول لهم لا، تاريخ محمد فاضل سيظل تاريخ عظيم ومشرق. بنتكلم على العمل ده، على هذا المسلسل تحديدا، وليس عن تاريخ هذا المخرج الكبير. طب ولكن كيف يعني يقع مخرج كمحمد فاضل في مثل هذا الخطأ برأيك؟ أظن لأنه المتاح قدامه قليل. إحنا كنا قاعدين نقرأ في الجرايد أنه في محاولات مع أكتر من نجم وأكتر من اعتذار، وأعتقد الميزانية ليست كبيرة بما يتيح له أنه هو كمان يفكر في ممثلين مساعدين أو أدوار رئيسية لكن ليسوا بطولة أكبر من كده. أظن أنه افتقار الميزانية جزء كمان متعلق بابتعاد فاضل عن الممارسة الإخراج، يعني 10 سنوات كان آخر عمل له من 10 سنين، كويس؟ فده عمر كبير بيخليك إذا أنت مش محدث أدواتك هتبقى خارج نطاق الزمن. أنا عايز أقول العمر الزمني ليس له علاقة بالإبداع، يعني ممكن يبقى مخرج كبير ويعمل فيلم شبابي أو مسلسل إيقاعه عظيم. يعني أنا شفت أمينة رزق وهي في 90 على خشبة المسرح في لياقة شابة في 20 من عمرها. فممكن أنت لما بتكبر ممكن الناس تستوعب التغيرات وممكن الناس لا تستوعبها. أشكرك الناقد الفني طارق الشناوي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.